17/7 كانت الدنيا رمضان والناس يعني رمضان بتعرف وضع رمضان والناس كانوا بتعرف اللي بدرس واللي بيجيم تبن واللي بيجيم فلاحين يعني. فدخلت اليهود بدبابات طبعا اجوا من شرق البلد ودخلوا من بين بلدنا وبين الفلوجي ودخلوا على منطقة فيها واد غميق. الناس يعني لما كان يصير معركة مثل هيك النسوان والأطفال يهربوا على الواد، فهم اجوا من الواد يعني منعوا الطريق من حدا يهرب ولا كذا. وبدأت المعركة تقريبا يعني من الساعة 8 أو 9 لغاية الفجر والمسلحين يقاوموا لحتى الدبابات يعني صارت الدبابة تفوت على المسلحين على الخندق تقتلهم يعني تعرف البندقية ما بتقاوم دبابة. فدخلوا واحتلوا، بدأت الناس تهرب وين بدها تروح، فالنساء والأطفال والكذا انحصروا في بيت من إحدى بيوت القرية يعني، وأكملوا هناك قعدوا هناك بهالبيت. والواحد الشباب اللي قدر يهرب هرب، واللي انقتل انقتل ومات. والمنطقة مكشوفة منطقة سهل يعني ما في أي إشي يدريها يعني، حتى الواحد لو بده يهرب ما بلاقيش مكان يدري فيه، منطقة سهل مكشوفة. انحصر النساء والأطفال وكلهم انحصروا في بيت من بيوت القرية، والشباب اللي قدر يهرب اللي طبعا انقتل وهو بقاوم انقتل، واللي ظل طيب وقدر يهرب هرب، واللي ما قدرش يهرب قتلوه. نعم، حتى اجوا على النساء في هالبيت شلحوهم يعني، اللي معاها ذهب اللي معاها كذا شلحوها اياه وقالوا لهم يلا روحوا مع السلامة. أي نعم.